مرحبا بكم مشاهدي قناتنا في فيديو جديد. يرجى الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليصلك الجديد. أقدمت وحدة الدرك الوطني ببلدية سرايدي بولاية عنابة على توقيف شخص متلبس بحرق غابة بجبال سرايدي بأعلى الأيدوغ حسب ما علم من قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، ويوجد حاليا الشخص الذي تم توقيفه قيد التحقيق على مستوى وحدة الدرك الوطني سرايدي وفقا لذات المصدر. يذكر أن غابة بلدية سرايدي سجلت اندلاع حرائق بنقاط متفرقة بجبال ايدوغ واعالي بوزيزي وتم اخماد بعضهم، فيما لا تزال جهود مكثفة لمواجهة خطر الحرائق بهذه المناطق الغابية.